وسهلا بيكم. انا دول رجعت لكم فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض حاجه حلوه جدا جدا وكلنا بنحبها، اللي هي المارشميلو. هنعمل مع بعض مارشميلو بطريقه سهله جدا وبسيطه، وكمان هتعجبكم قوي قوي، وهنعمل كمان كميه كبيره، وهيطلع طعمه يعني زي بتاع بره بالظبط. ويلا نبدا مع بعض على طول. اول حاجه المكونات بتاعتنا هنا معايا دول كوبايتين من السكر، ومعايا نص كوباية مية. دي كوباية سكر يعني تبقى كوباية كبيرة، تمام. السكر او اي حاجة هنعايرها هتبقى بالكوبايات المعيارية عشان بتبقى مظبوطة طبعا اكتر من ان احنا نجيب كوباية، ممكن الكوباية دي تبقى اصغر، لا دي اكبر، فعشان المقادير بتاعتنا تطلع مظبوطة نستخدم الكوبايات المعيارية دي. بنلاقيها عند اي محل بتاع مستلزمات ادوات منزلية مثلا. فزي ما قلت هنا معانا كوبايتين من الكوباية المعيارية من السكر، نص كوباية مية برضو من الكوبايات المعيارية، و كوباية الا ربع من عسل الجلوكوز. دي النص ودي ربع، تمام. عسل الجلوكوز بيتباع عند اي محل مستلزمات الحلويات. ومعانا هنا نص كوباية مية برضو من الكوبايات المعيارية. دي مية عادية من الحنفية، يعني مش مثلا مية ساعة او سخنة، مية عادية جدا. ومعايا هنا 4 معالق من الجيلاتين، تمام. الجيلاتين ده برضو بيتجاب من عند محلات مستلزمات الحلويات. الجيلاتين ده اهم حاجة ما يبقاش ليه ريحة علشان بيبقى احسن، وهو ده اللي بيبقى نظيف وان احنا نستخدمه. يعني اول حاجة هنعملها ان احنا معانا هنا حلة على النار، هنولع النار، نوطي النار كده شوية، بعدين نبدأ نحط السكر والمية وعسل الجلوكوز. تمام. هنزل عسل الجلوكوز وارجع لكم. ورجعت لكم بعد ما حطيت الكوباية اللي ربع من عسل الجلوكوز. هفكركم تاني حطينا ايه على النار. حطينا كوبايتين من السكر، كوبايتين من الاكواب المعيارية، وحطينا نص كوباية سكر برضو من الاكواب المعيارية، نص كوباية مية، احنا حطينا سكر، ومعانا كوباية الا ربع من عسل الجلوكوز. حطيناهم على النار، النار بتاعتنا مش عالية قوي. بنبدأ ان احنا نقلب فيهم، بنفضل نقلب فيهم كده لحد ما السكر يدوب خالص، تمام. وعبال ما السكر يعني ده يدوب هنفضل نقلب فيه. هنعمل كمان معانا هنا، معانا لسه بنقلب هناك الخليط بتاع السكر والمية وعسل الجلوكوز، عبال ما يدوب ونقلب فيه ويغلي. هنا معانا 4 معالق جيلاتين. قلنا الجيلاتين ده اهم حاجة ميبقاش ليه ريحة عشان بيبقى احسن وانضف. ومعانا هنا نص كوباية مية. حط الجيلاتين على المية وهقلبهم في بعض زي ما انتوا شايفين كده. هقلبه كويس يعني يبقى كله خليط واحد كده، وبعدين هركنه على جنب لحد ما طبعا الخليط التاني السكر فيه يدوب كل حاجة. هقلب ده كويس واخلطه وارجع لكم. وهنا رجعنا للحلة اللي على النار. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا هو بدأ بيغلي شوية، وكمان السكر داب خالص. انا كل ده كنت بقلب فيه، ما يعني ما بطلتش تقليب فيه. هسيبه يغلي، وبعد ما يغلي قبل يعني
قبل ما اطفي عليه كده يعني او اول ما يبدأ ان هو يغلي هستنى دقيقة بعدين اطفي عليه النار ونبدأ ان احنا نكمل بقية الطريقة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين الخليط بتاعي بدأ ان هو يغلي، هعد 60 ثانية او دقيقة وبعدين اطفي عليه على طول. ودلوقتي بعد ما سبته الدقيقة اللي قلنا عليها هنطفي عليه على طول، تمام. وهنيجي هنا هنبقى مجهزين معانا هنا العجان. اول حاجة هنعملها ان احنا ننزل خليط المية والجيلاتين زي ما انتوا شايفين اهو. بعد ما حطينا المية بالجيلاتين هنبدأ ان احنا نشغل ونضرب فيه شوية. الخليط بتاعنا هو عمال يتضرب كده، هنحط عليه شويه بشويه الخليط بتاع السكر والعسل والميه. هو لسه سخن، انا مسبتوش يبرد، تمام. هبدا اضيفه شويه بشويه مش كله مره واحده، نخلي بالنا عشان هو سخن جدا. هسيبه بقى ايه يقعد يعني يضرب كده فيه فترة طويلة جدا، حوالي ربع ساعة، فهسيبه كده يضرب شوية وارجع له. بعدين ارجع له. دلوقتي هو الخليط بتاعنا عمال يتضرب في بعضه اهو زي ما انتوا شايفين. دلوقتي انا هحط ربع معلقه من الملح وهحط كمان شويه من الفانيليا، وهو يفضل يتضرب كده. واول ما يبقى اللون بتاعه ابيض او يبقى اللون يبدا ان هو يتغير لكم. هنا احنا لسه مخلصناش، بس انا حبيت اوريكم ان اللون بتاعه بيفتح شوية بشوية. الاول كان اصفر خالص، دلوقتي بصوا كده لونه بدأ يبقى افتح. عايزة اقولكم كمان لما يبقى يعني انتم شغالين عجان ومش من الاول لونه افتح كده ما تخافوش، علشان بتبقى على حسب سرعة العجان بتاعكم. يعني هو لو السرعة بتاعته قوية هتلاقوه يعني بيبقى ما بياخدش وقت، لكن لو يعني السرعة بتاعته مش قوية قوي هتلاقيه بياخد وقت شوية. فانا لسه مخلصتش، انا بس وقفت عشان الصوت تسمعوني احسن. اهم حاجة ان هو كمان بعد ما يعني غير ان لونه بيتغير وبيبقى ابيض، هو حجمه كمان بيتضاعف. فهكمل في ضرب وارجع لكم. انا هنا كده رجعت لكم بعد ما هو لسه ما خلصناش يعني، بس اللون افتح يعني بدرجة كبيرة. فانا دلوقتي وطبعا بدأ ان هو يقل شوية، فانا قررت احط اللون.
علشان يعني يبقى لون اللون بتاعه كده روز. ممكن تحطوا اي لون انتوا حابينه مفيش مشكلة. بنحط نقطة صغيرة عشان هو ما بيبقاش لونه اصلا يعني قوي قوي. تمام، وهبدأ ان انا اشغله مرة تانية. ودلوقتي بعد ما سبناه زي ما انتم شايفين كده، بصوا القوام تقيل ازاي. هو اللون مش باين قوي، بس هو اللون هنا على الحقيقة يعني اللون فيه روز خفيف كده زي يعني اللي بنشوفه. تمام، انا طبعا هفك العجان ويعني اظبطه وارجع لكم. دلوقتي بعد ما طلعت اليد اللي بيقلب بيها العجان، انا مش عارفه بس اللون مش باين قوي عندكم على الكاميرا، بس بجد في لون روز كده خفيف حلو قوي. دلوقتي طبعا هبدا اطلع كل حاجه هنا، كل المارشميلو اللي هنا، وبعدين ارجع لكم. معانا هنا بقى صينيه فيها ورق زبده، ودهناها كويس بسمنه او زبده، لازم كويس جدا علشان ما يلزقش فيها اي حاجه. معانا هنا صينيه او صينيتين على حسب الكميه اللي انتوا عاملينها، ومعانا هنا اللي هو كيس الحلواني. زي ما قلت لكم معانا هنا الصواني بتاعتنا اللي دهناها كويس جدا، محطوط عليها ورق زبده ومدهونه كويس بالزبده او بالسمنه، ومعانا كيس حلواني حطينا فيه الخليط بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ ان انا اعمل زي شرايط طويلة كده، يا اما بقى الشكل يبقى ما يبقاش فيه الخطوط دي، يا اما عادي. تمام، يا اما ممكن نعملها مربعات، ممكن نعملها كده كأننا بنعمل كريم شانتيه، ممكن نعملها باشكال كتير جدا. وده كده مخلصش، احنا لسه بعد ما نخلص كمان هنقصه وهنظبطه. تمام، بصوا كده هوريكم اهو. هكمل بقية الكمية بتاعتي بنفس الشكل وارجع لكم. دلوقتي هنعمل مع بعض كده، هنجرب شكل مختلف. بصوا كأننا بنعمل كريم شانتيه كده. هو الموضوع بيبقى اصعب لان هو بيبقى تقيل. ودلوقتي رجعت لكم بعد ما عملت الاشكال، الشكل دوت والشكل الطويل ده. الشكل الطويل ده لسه مخلصش زي ما قلت لكم، في الاخر هنقطعه كده. هنا بقى معانا خليط من السكر والنشا زي ما انتم شايفين كده، هبدا ان انا ارشه عليهم. طبعا انا لسه مخلصه دلوقتي، يعني هو ما لحقش ينشف او اي حاجه، هاخد كده على طول بالمصفى الصغيرة وهبدأ ان انا ارش عليهم. تمام،
طبعا دي مش الكمية كلها، لسه في كمية تاني ما عملتهاش، بس انا حبيت اوريكو يعني مثال في الحبة اللي انا عملتهم. يعني هنعمل ايه يعني بعد ما نشكلهم على طول. دلوقتي بعد ما حطينا الخليط بتاع السكر والنشا هنسيبهم ساعتين ثلاثة كده عشان يمسكوا في بعض كويس. طبعا ما بنحطهمش في الفريزر ولا اي حاجة، هو كده يعني في اي حتة بنسيبه. فهسيبهم وبعدين ارجع لكم. وهي جت لكم بعد ما سيبناهم شوية كده، طبعا بعد ما رشينا عليهم ده اللي هو النشا والسكر. على فكرة بعد من نص ساعة او ساعة بالكتير ممكن تلاقوهم يعني بدأوا ان هما يمسكوا شوية في بعض ويتماسكوا. هوريكم كده، بصوا مثلا تبقى ملزقة شوية، لكن بنحاول نشيلها بالراحة وناخد من النشا والسكر ده نحاول نغلفها. بصوا بتتشال بكل سهولة ومش بتلزق خالص. هوريكم بقى، بصوا يعني حلوة جدا، هشة جدا، بصوا من جوه بتمط وجميلة قوي زي بتاعت بره بالظبط. طعمها تحفة، طعمها حلو جدا جدا بجد، لازم تجربوها علشان هي جميلة قوي قوي. دلوقتي بقى جينا للمارشميلو الطويل ده، زي ما انتم شايفين برضو لما بنيجي نشيله برضو بنفس الطريقة، بنشيله بالراحة وبعد كده بنحاول نغلفه شوية النشا والسكر. بصوا زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى بعمل ايه، ببدأ ان انا اجيب مقص واجيب معايا خليط من النشا عشان ما يبقاش مسكر قوي يعني. بحط المقص كده في النشا وببدأ ان انا اقصه قطع صغيرة. تمام، بصوا كده قطع صغنطوطة. وبرضو ببدأ يعني ان انا اغلفها كده شوية بالنشا علشان ما تبقاش برضو بتلزق. هعيد معاكم الخطوة دي تاني، بغلف المقص باقي النشا وابدأ ان انا اقصقص شوية كده واغلف القطع الصغيرة دي بالنشا. هكمل الكمية بتاعت يعني الشرايط الطويلة دي وارجع لكم. زي ما انتوا شايفين كده قطعت شوية وحطيتهم في كيس. بصوا زي الكيس اللي بنجيبه من برة، يمكن فيه عدد ازيد كمان، وكمان طعمه على فكرة حلو قوي وزي بتاع برة بالظبط. وكمان فكرة ان انا حطيت اللون ده كمان حلو قوي. بصوا شكله زي الكيس ده بالظبط اللي بنجيبه من برة. وده هنا دي عشان اكبر شوية فانا حطيتها لوحدها في كيس، ممكن بقى نديها لصحابنا، ماما تعملهم وتديهم لنا كده نروح بيها المدرسة سناك كده من البيت. حلوة جدا. هوريكم بقى الكمية، يعني عملت كمية كبيرة قوي، يعني دي لوحدها بتعمل كذا واحدة وديت. وكمان عملت هنا كمية اللي اتبقت عملتها زي صينية كبيرة كده، والصينية دي طبعا لما تخلص يعني، او يعني هي دي بتاخد وقت شوية عشان الكمية، هقوم مقطعاها بقى كده وتبقى مربعات او قطع صغيرة. طبعا تعالوا نجرب ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاي. دي الصينية الكبيرة زي ما انتوا شايفين، بصوا كده برضو بتتشال بسهولة. برضو بنعمل السكينة بتاعتنا كده في النشا علشان نقدر ان احنا نقطع ما تبقاش بتلزق. بنقطعها قطع بالحجم اللي احنا حابينه او اي يعني شكل. تمام، طول ما هي في النشا ما بتبقاش ملزقة. طبعا بصوا الشكل، جميلة قوي. طبعا بنعملها في النشا كده عشان ما يبقاش في اي حاجة ملزقة. كل طبعا ما بتقعد اكتر بتبقى متماسكة اكتر ويعني ما بتلزقش اكتر. بصوا كل ما نبقى عايزينها ادخن طبعا نعمل في صينية اصغر عشان يبقى يعني تبقى اعلى. بتمط وطعمها حلو جدا جدا.
لازم تجربوها جد يعني بجد، هتنبسطوا قوي. الطعم زي بره بالظبط وكل حاجة حلوة جدا جدا. دلوقتي بقى هظبط كده واوريكم الاشكال اللي عملناها عشان انهي معاكم الفيديو. وزي ما انتم شايفين كده دي الاشكال اللي عملناها في المارشميلو. عملنا الشكل الصغير ده اللي قصقصناه بالمقص، وعملنا مع بعض الشكل ده. الكمية دي لوحدها كمية كبيرة وحلوة جدا. وكمان دي مش الكمية كلها، احنا معانا هنا الصينية دي زي ما قلنا لكم. طبعا لما يعني تمسك اكتر في بعض هنقطعها زي ما وريتكم. يا رب تكون الفكرة عجبتكم والطريقة سهلة عليكم فتعملوها. عايزاكم كلكم تجربوا وتقولوا لي ارائكم. الطريقة مش صعبة والنتيجة حلوة جدا جدا. ويا رب تكون عجبتكم. ما تنسوش اللايك سبسكرايب وكومنت وشير. اشوفكم فيديو جديد. باي باي.